إذا نادى الزوج زوجته بقوله يا أمي من باب التقدير والاحترام، هل يعتبر ظهار وهل عليه كفارة ظهار؟ ليس عليه كفارة ظهار، لكن كلمة علم كره ذلك. وقد ورد في هذا الحديث طريق عند أبي داود عن أبي تميم الهجيمي أن رجلا قال لزوجته يا أخي، فقال النبي هي أختك كالمنكر عليه، لكن الحديث لا يصح، مرسل لا يثبت. وهل علم نص على أن النداء إذا كان على سبيل التقدير والاحترام أنه لا يدخل في باب الظهار؟